بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وسنة سعيدة، نتمنى تكون سنة ديال الخير إن شاء الله بحول الله على المغاربة كاملين، كذلك على الساكنة ديال الحسيمة. كيف ما كتعرفوا الترتيبات ديال هذه السنة عندها طابع استثنائي، جات في واحد الظرفية صحية اللي هي كما كيعرف الجميع موسومة بالتدابير ديال الحجر الصحي، كذلك بالتدابير ديال الطوارئ، حالة الطوارئ الصحية. احتفالات في إطار هذا الظرف الاستثنائي هذا، كذلك احتفالات ديال رأس السنة جات في هذا الإطار هذا، تشملت بالمنع، المنع ديال كل احتفال في مدينة الحسيمة على غير باقي مدن المملكة. كاين المنع ديال الاحتفالات، كاين كذلك الكونفينمون والإغلاق ديال المحلات التجارية، كذلك حظر التجول الليلي بعد 9 PM. دونك هاد التدابير هذه كاملة تنفيذا للتعليمات ديال السيد المدير العام للأمن الوطني، كان خصها واحد المجموعة ديال الترتيبات استثنائية باش يتم التنزيل ديالها على أرض الواقع تنزيلا سليما. كذلك بالنسبة كانت تفعيل ديال هاد التعليمات من طرف القيادة المحلية شخص السيد ولي الأمن الجهوي بالحسيمة. على هذا الأساس كانت اجتماعات ماراطونية، كذلك تم تقسيم العمل على غير التقسيم ديال المدينة إلى مجموعة من القطاعات. تم تقسيم العمل بين فرق الوحدات الأمنية المشكلة للأمن الجهوي، وباعتبارها كذلك جزء من هذه التشكيلة المصلحة الجهوية والشرطة القضائية بدورها عقدات تحت الإشراف ديالنا الفعلي اجتماعات ماراطونية مع السادة رؤساء الفرق التابعين للمصلحة الجهوية والشرطة القضائية. تم على إثرو تقسيم العمل عملا بالتقسيم المعمول به في المدينة. بالنسبة للتشكيلات اللي كتشوفوها أمامنا تابعة للشرطة القضائية، هي جزء من التشكيلات اللي غتأمن هذه الليلة. هذه غادي يكون تأمين بالتدريج ديال جميع المحاور ديال المدينة بالتنسيق مع باقي الوحدات الأمنية المشكلة. غادي يتم التنزيل ديال كيف ما قلنا التنزيل ديال تدابير الحجر الصحي، كذلك تنزيل المهام المنوطة بالشرطة القضائية اللي هي محاربة الجريمة بجميع الأشكال ديالها، محاربة الظواهر الإجرامية، استهلاك المخدرات، ترويج استهلاك الخمور أو ترويج الخمور في مناسبة اللي كيعرف واحد النشاط متنامي بمناسبة هذه الليلة هذه. دونك بالنسبة للوحدات الأمنية المشكلة الأمن الجهوي كذلك على رأسها المصلحة الجهوية والشرطة القضائية، فهي مجندة من أجل تنزيل وتنفيذ تعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني. ابتداء من اللحظة غادي يتم انطلاق الترتيبات الأمنية، وغادي يتم تأمين مختلف المحاور، تأمين مختلف القطاعات ديال المدينة من أجل إقرار الأمن، كذلك من أجل الحفاظ على سلامة وسلامة الأشخاص والممتلكات، ومن أجل فرض النظام العام بجميع المقومات ديالو في مدينة الحسيمة حتى تمر هذه الليلة هذه إن شاء الله في ظروف أحسن، وما يتم تسجيل حتى أي شائبة أمنية أو أي حادث استثنائي. نتمنوا بحول الله أن هذه السنة هذه تكون سنة خير على الجميع، وأن تمر في ظروف جيدة إن شاء الله انطلاقا من هذه الليلة هذه إن شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.